داخل جناح الولايات المتحدة الأمريكية في معرض شانغهاي الدولي في الصين، يستقبل طلاب أمريكيون الزوار بعرض يعكس الثقافة الأمريكية. الولايات المتحدة كانت من آخر الدول التي أكدت مشاركتها بالمعرض، والآن يقول مسؤولو الجناح إن المعرض شكل لهم فرصة لتسليط الضوء على القيم الأمريكية وبناء علاقات مع الشعب الصيني. وقالوا إن 7,700,000 صيني زاروا الجناح الأمريكي على مدى الأشهر الستة الماضية. غالبية هؤلاء الناس لم يزوروا الولايات المتحدة، ونعتقد أن المعرض كان فرصة هائلة للذين لا يعرفون الكثير عن أمريكا. منظمو المعرض يقولون إن نجاحه كان مدوياً، ف 71 مليون زائر جالوا في أجنحة 189 بلداً مشاركاً، وتقدر عائدات الزيارات السياحية للمعرض والمناطق المحيطة به ب 12 مليار دولار أمريكي. أقل من 5% من الشعب الصيني كانت لديه فرصة الانتقال لرؤية المعرض الذي فتح آفاقاً جديدة. أعتقد أن المعرض زاد من ثقة الشعب الصيني بنفسه، وأعطانا كذلك فرصة للتواصل أكثر مع ناس من حول العالم ليكون لدينا فهم أكثر للعالم ولنستطيع تحسين حياتنا. كما الألعاب الأولمبية في بكين في العام 2008، أظهر معرض شانغهاي الدولي النفوذ الاقتصادي والسياسي المتزايد للصين. وكحقيقة غروب الشمس، منظمو المعرض واثقون من أن الحدث ساعد في زيادة فهم العالم للطاقة الناشئة في الصين. نستضيف المعرض الدولي لأنه رمز لسياسة الباب المفتوح ولنهضة الصين كأمة، ونحن نرغب في العمل مع باقي الدول، وهذا الجزء كان ناجحا جدا. والآن تنتهي الأشهر الستة للمعرض، والتي كانت حافلة بالنجاح، وسرعة بروز الصين على الساحة العالمية تزداد أكثر فأكثر.